طبعا هذا الجهاز والجهاز المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية لكشف المبكر عليه فيروس كورونا وفيروسات أخرى. هذا الجهاز طبعا زي ما حكينا قبل تم التعاقد عليه مع شركة فرنسية عن طريق وكيلها في المملكة الأردنية. تم التعاقد بداية شهر أبريل وتم سداد القيمة اللي كانت حوالي 110,000 يورو، بالإضافة إلى المعدات والأكسسوارات اللي لتشغيل هذا الجهاز اللي هي حوالي قيمتها حدود 15,000 يورو. الجهاز هذا طبعا يقدم خدمة كبيرة لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولمدينة مصراتة والمناطق المجاورة لها، من حيث أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة عدد العينات التي سيتم أخذها يوميا إن تطلب الأمر، وبالإضافة إلى إجراء المسوحات للكشف عن تواجد الفيروس في المدينة، بالإضافة إلى سرعة طبعا الحصول على النتائج في حال كانت هناك حالات اشتباه، سيساهم بشكل كبير في الكشف عن مدى عن وجود الفيروس في الحالة المشتبهة أو لا.